محمد من جدة معنا على الخط، تفضل يا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام. شيخ صالح الله يحفظك، أنا في الوضوء يعني أني أغسل كل عضو مرتين يعني، وأحيانا مرة وأحيانا ثلاث مرات، فهل يعني هذا صحيح؟ نعم. السؤال الأول، غسل الأعضاء أكثر من مرة في الوضوء؟ غسل الأعضاء أكثر من مرة هذا أفضل، والاقتصار على مرة مجزي، بشرط أن يعمم العضو ويسبغ الوضوء، فإذا أسبغه وعمم عليه يكفي مرة واحدة، وإذا كان مرتين فهو أفضل، وإذا كان ثلاثا فهو أكمل، هذا السنة.